بعض الأقوال عن الأسرار وصلنا للمعمودية. كما أن المعتمد من الكاهن يستنير بنعمة الروح القدس، هكذا من يعترف بخطاياه بواسطة الكاهن يحظى بالغفران بنعمة المسيح. يبقى هنا أثناسيوس بيتكلم عن سر المعمودية وسر الاعتراف، فبيقول المتعمد ده بينور بالروح القدس، اللي بيعترف كمان بياخد غفران بالنعمة، في الحالتين فيهم نعمة، كلمة النعمة مذكورة في السر ده وفي السر ده.